حياكم الله. كورمور حقل ينتج الغاز والألغاز، تحوم حول المسيرات والمؤامرات، إمدادات تغذي الكهرباء وأجندات تعبث بالمقدرات. من المسؤول ومن المستفيد ومن المتضرر؟ ما هي الإجابات إذا كانت حدود الأسئلة واحدة؟ أكثر من 2500 واط من الإنتاج ذهبت أدراج الخراب، وكالمعتاد تشكيل لجنة لكشف الملابسات ومحاسبة الجنات. فهل ستظهر النتائج؟ لو ضمن الحدود الدنيا من القبول، أم أن المماطلة والتسويف مخرجات جاهزة لأي تحقيق؟ فالضربة التي تصيب العمود الفقري للأقليم قد تشله أو توجعه على أقل تقدير. محور حديث ملفنا الأول راح يكون عن استهداف حقل كومور في السليمانية، وراح يكون معنا في الاستوديو الباحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ كاظم الحاج. حياك الله. حياكم الله أستاذ، يا مرحبا. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ أحمد الهركي من السليمانية عبر سكايب. حياك الله أستاذ أحمد. تحية لحضرتك أستاذ فرح والضيف الكريم ومشاهدي قناتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك أستاذ كاظم، نبدأ من السر وراء استهداف الحقول الغازيه في السليماني، ليش من وجهه نظرك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك يا سيدتي وحياك لكادر ومشاهدي شاشه الايام، وطبعا تحيه لضيفكم العزيز. لا شك ان الاجواء الان الايجابيه التي يعيشها العراق يعني تنعكس بصوره باخرى على طبيعه الاقتصاد العراقي، وخصوصا ان المتغير الدولي الان هو الاقتصاد. وكل التحركات الدولية التي نراها سواء على الداخل العراقي أو الخارج محورها وأساسها ودافعها هو الاقتصاد، وهذا الحقل حقيقة مهم جدا، خصوصا أنه يذهب باتجاه الآن الرؤية الحكومية إلى مسألة التصدير، بمعنى أنه يمكن استثماره لدعم الاقتصاد العراقي، وبالتالي أيضا إيجاد حتى يمكن في هذه الزاوية نقول أنه ممكن أن يتسبب في إيجاد زاوية إيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان. أضف إلى ذلك سيدتي هناك أيضا مواقف عراقية ربما تكون السبب حقيقة في أن تتحرك بعض الدول بعدم القبول بهذه المواقف، خصوصا على مستوى القضية الفلسطينية، ما يجري منها، طبيعة العلاقات الدولية، ما يجري في سوريا. هناك كثير من الأمور التي ممكن أن نذهب باتجاه وضعها في الاعتبار عندما نحلل الواقع العراقي وسياسته الخارجية. لذلك ضرب هذا الحقل يعني ربما ياتي في يعني في توجه او في رؤيه انه لابد ان يكون هناك موقف للعراق باتجاه قضايا لا زال موقفه فيها غير واضح، خصوصا يعني مثل شنو هذه القضايا؟ يعني موقف الحكومه العراقيه الواضح، وخصوصا من داخل البيت الابيض تجاه القضيه الفلسطينيه وما يجري في غزه، هذا موقف يعني ربما لم يتجرأ احد من الزعماء العرب او الاسلاميين. شنو الربط اللي حضرتك تلوح له؟ هذا الحقل مو المره الاولى استهدف. نعم، لا اقول هذا المره الرابعه على التوالي يستهدف، وفي ازمنه وحكومات لماذا مختلفه. لماذا؟ هو هنا السؤال. لماذا؟ اولا المنطقه وخصوصا في اقليم كردستان هناك مناطق رخوه تتواجد فيها يعني المجاميع الارهابيه، تتواجد هناك قوات امريكيه، هناك قصف مستمر تركي. وبالتالي هذه يعني الأجواء، أو ما نريد أن نقوله، نقول أن الاستقرار الاقتصادي للدولة العراقية لا يخدم بعض الأجندة، وبالتالي يحاول البعض أن يستخدم هذه الورقة للضغط على العراق من أجل الحصول على من هذول البعض؟
أمريكا مثلا، الجامعة الإرهابية، تركيا، رغم أنه كانت زيارة يعني قبل أيام للرئيس التركي. كل هذه دول يعني ممكن أن توضع الآن تحت طاولة البحث في أن ما هي مصلحتها. يعني ممكن أن تكون القوات التركية وهي تنفذ أحد الهجمات استهدفت هذا الحقل، ممكن المجاميع الإرهابية داعش غيرها ممكن أيضا أن تكون هي السبب، ممكن أن تكون القوات الأمريكية، كلها يعني كل الاحتمالات مفتوحة. كل طبعا مفتوحة. طيب. الحكم في هذا الأمر يتوقف على طبيعة النتائج التي ستجريها الحكومة. جاي يوم هي إحنا شفنا ليش؟ نتائج كم حقل استهدف واستهدف هذا الحقل للمرء، وين النتائج؟ لا لابد أن يكون هناك يعني توضيح للرأي العام العراقي أسعى على أقل تقدير في ظل الظروف التي نعيشها، لابد أن يكون هناك إظهار للنتائج. أستاذ أحمد أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك عن الاستهداف لهذا الحقل، هناك استهداف متعمد ومتكرر لهذا الحقل، ليش من وجهة نظرك؟ سيد فرح، هذا الحقل من الحقول المهمة يعني من حيث يعني مثلا ما يوفره للطاقة الكهربائية ليس لإقليم كردستان فقط بل للمحافظات العراقية الأخرى يعني القريبة من الحقل، لذلك هذا هو الاستهداف الرابع. ما يختلف في هذه المرة في الاستهداف أنه هناك سقوط ضحايا، في مرات سابقة كان هناك استهداف عن طريق الكاتيوشا، الآن هناك طائرة مسيرة هي التي يعني يوم أمس في الساعة 7:15 مساء، لذلك الآن يعني نرى هناك متغير، يعني هناك سقوط ضحايا أربعة يعني أعتقد جنسيتهم من الأخوة اليمنيين، وأيضا هناك عدد من الجرحى، لذلك استهداف هذا الحقل يأتي من خلال أهميته. أحيانا يعني كما أشار الأستاذ الضيف أستاذ كاظم، لعبة الرسائل الأقليمية أو الدولية حاضرة. سيد فرح، يجب علينا نحن العراقيين أن ننتبه، أي نهضة اقتصادية، أي مشروع اقتصادي ذو جدوى اقتصادية تعزز الدور السياسي للدولة العراقية لن تكون مرحبا أقليميا ودوليا. نحن في صراع، يعني حتى زيارة الرئيس التركي إلى العراق قبل أيام تحدثنا عن مشروع التنمية، علينا نحن العراقيين أن نستعد لمرحلة أخرى، أي مشاريع تنموية للدولة العراقية لن تمر بسهولة، لأن هناك منافسين أقليميين، وحتى الآن نحن في مرحلة تشكل خطوط التجارة الدولية. إن تحدثنا عن طريق تنمية هناك طريق آخر، طرق أخرى، مثلا على سبيل المثال هناك الطريق الهندي الإماراتي السعودي الإسرائيلي، هناك مثلا بروز لميناء تشوادر الباكستاني، سلطنة عمان تقوم أيضا بإنشاء أحد الموانئ المهمة، يعني هناك مرحلة موضوع صراع دولي. ومع الأسف يعني أحيانا كثيرة سابقا كان العراق يعني مثلا ساحة للصراعات الأقليمية، نحن لا نتمنى أن تتكرر هذه الجزئية، الآن نحن في مرحلة إرسال الرسائل، أحيانا عديدة ترسل الرسائل على الأرض العراقية عندما يكون بعض القوى الأقليمية والدولية لا ترغب يعني بالحوار المباشر أو بالمواجهة المباشرة، هم يرسلون الرسائل عن طريق العراق، لذلك أحيانا يعني الرسائل عتب ربما الرسائل زعل. هذا الاستهداف أمني لو اقتصادي بامتياز؟ يعني يعني استطيع القول الاثنين، يعني في الناحيه اخرى يعني مثلا الاستهداف الامني، نعم يعني حضرتك تعرفين الراس المال يبحث عن المنطقه الامنه، يعني البيئه الامنه، اذا كانت هناك استهدافات مباشره بالفعل يعني ستؤثر امنيا. ايضا من الناحيه الاقتصاديه يعني هذه الرساله ربما لا تتعلق بحقل كورمور، تتعلق بالمشاريع الاخرى، يعني ربما تحدث لحضرتك اي مشروع للدوله العراقيه، انا اعتقد ربما البعض، انا لا استطيع ان اسمي، لا يرغب يعني مثلا بالنهضه الاقتصاديه، وحتى راينا يعني بعد سقوط نظام صدام حسين الديمقراطيه الناشئه في العراق كانت بعض دول الجوار لا ترغب بهذا النموذج، وان كان لا يزال في مرحله الوقوف على يعني والثبات، يعني تجربتنا فيها الكثير من السلبيات، يعني حتى هذه الديمقراطيه الناشئه يعني كانت ربما تشكل مصدر تهديد للعديد من دول المنطقة، لذلك كانت تتم مواجهة هذا النموذج الناشئ ومحاولة شيطنته، وحضرتك تعرفين ما حدث في العراق في السنوات السابقة من إرهاب وغيره. نعم. أستاذ كاظم، الحكومة الاتحادية أرسلت وفد فني برئاسة وزير النفط للوقوف على ملابسات الحادث، بس احنا نعرف هذا الحقل ليش يستهدف، شنو الأسباب وشنو النتائج اللي راح تحول دون الاستهداف المتكرر؟ يعني شنو النتائج التي تحول دون الاستهداف؟ يعني لازم نشوف نتائج كيف حتى ما يتكرر هذا الفعل. نعم، يعني طبعا لابد ان يكون هناك وضوح في الرؤيه بالنسبه للجانب العراقي، اولا لابد ان يتم تحديد من استهدف هذا الحقل، خصوصا انه بطائره مسيره، يعني واحده من الرسائل هو ان يكون هناك خلط للاوراق، ربما من استهدف الحقل يحاول ان
يوجد عدم استقرار داخلي، هذا من جانب. ما هو صدق ماكو استقرار داخلي أستاذ كاظم، لما تيجي طائرة مسيرة تخترق وتقصف وتوقع ضحايا، هذا مو اختراق للسيادة؟ مو احنا ايش قلنا ست؟ احنا قبل أيام صار عندنا حادثة كاسو. نعم. وصرح رئيس اللجنة الأمنية في محافظة بابل وقال أن هذا استهداف بصواريخ. جت اللجنة الأمنية الأخرى من الحكومة قالت لا، أنه هذا انفجار ومواد وذخائر وغيرها. زين. يا شلون عرفتوا؟ قالوا لأن التقارير تقول لم يكن هناك شيء في الأجواء لا قبل ولا أثناء ولا بعد الانفجار في قاعدة كاس. الآن الجميع مجمع أو متفق، الجميع متفق على أنه طائرة مسيرة. إذن ما دام طائرة مسيرة المفروض هناك تقرير من قبل الأجهزة المختصة من أين انطلقت هذه الطائرة واستهدفت هذا الحقل. هذا يقودنا إلى ماذا؟ يقودنا إلى أنه ممكن نصل إلى أنه من استهدف ومن هي الجهة، وعندما نعرف من هي الجهة ولماذا والمستهدف معروف هو حقل نعرف لماذا، وإذا عرفنا لماذا سنضع الإجابات لعدم تكرار استهداف الحقل. سيدتي، أولا لابد أن توضع النقاط على الحروف فيما يخص الدولة العراقية. نحن وخصوصا في إقليم كردستان وفي تلك المنطقة هناك تشابك فيما يخص الوضع الأمني. هنا النقطة. نعم. كل من يجر بالطول وكل من يجر بالعرض. أحسنتي، هناك تشابك في الوضع الأمني. هناك حكومة اتحادية، هناك إقليم كردستان، هناك قوات أمريكية، هناك قصف تركي. الآن مهمة الحكومة أن تقول أن هذا الاستهداف وراءه هذه الجهة. هذا واحد. اثنين، لابد أن يكون هناك تأمين لهذه الحقول ذات الأهمية الاقتصادية. هسه لإقليم كردستان، للحكومة الاتحادية، لكل الدولة العراقية، هي مهمة بالنسبة للمواطن العراقي على مستوى توليد طاقة، على مستوى غاز للبيوت، بأي خدمة أو بأي مورد اقتصادي ممكن أن يفيد هذا الحقل. لذلك لابد أن أولا تكون وضوح للرؤية، اثنين معرفة الجهة التي استهدفت، ثلاثة إيجاد الطرق أو الآليات لعدم تكرار هذا الاستهداف. أتوقع أكو راح يصير تسويف على غرار ما شاهدناه في قاعدة كاسلو، حضرتك ذكرت هذه النقطة وهي غاية في الأهمية. والله المفروض لا يكون هناك تسويف. هو المفروض، بس أنا المفروض. أسأل وجهة نظرك. تحليليا أعتقد ربما يعني الظروف أعقد من ظروف محافظة بابل قاعدة كاسلو، وبالتالي نحن لا نتمنى أن يكون هناك تسويف ولا نظن أن الحكومة ممكن أن تذهب بهذا الاتجاه، لكن نطالب وبكل شفافية وبكل روح ورؤية أن يكون هناك تحقيق حقيقي ومبدئي وفني وآلي وأكاديمي حتى، وبالتالي وضع النقاط على الحروف. إذا كانت تركيا، إذا كانت القوات الأمريكية، إذا كانت المجاميع الإرهابية، أو ربما حتى مجاميع مخربة من داخل إقليم كردستان ربما عندها تقاطعات مع السليمانية، مع أربيل، بأي اتجاهات. هناك سيناريوهات متعددة. نعم. يعني لهذه الحادثة، لذلك أعتقد أنه الأمر لابد أن تكون هناك نتائج. أستاذ أحمد، إذن الاعتداءات واحدة لكن نتائج التحقيق دائما ما توقف على الأدلة والبراهين بشكل قاطع، يعني ما شفت فد يوم ولا سمعت أكو فد دليل قاطع حول من هي الجهة المعتدية، تتوقع راح يكون أكو تسويف لو هالمرة راح يحدد الجنات ومكان انطلاق هذه الطائرات المسيرة؟ استفرح، يعني مع الأسف احنا دائما لما تكون هناك الاعتداءات على السيادة العراقية وداخل الأراضي العراقية ويكون الفاعل معروف، يعني مثلا لا، يعني هي مجرد بيانات استنكار يعني لا أكثر ولا أقل. هذه المرة الموضوع أعقد، يعني الفاعل مجهول، وطالما الفاعل مجهول يعني كلها، يعني هناك الكثير من السيناريوهات، يعني كما ذكر الضيف يعني أكثر من سيناريو يعني ربما، وتكهنات وتحليلات. لذلك يعني هنا المشكله، يعني تعقيد هذا الهجوم، يعني وانا قلت لحضرتك يعني في الجزء الاول من حديثي ان الان هناك سقوط ضحايا، يعني ربما هذا متغير جديد، كان هناك استهداف ثلاث مرات سابقه كان اخف، يعني اعتقد كان مره مرتين بصواريخ الكاتيوشا لم يحقق حتى، يعني حتى الضرر المادي لم يكن بصوره يعني كبيره. الان المشكله الفاعل المجهول، يعني والتعدد السيناريوهات والتشابك والتحليلات. استاذ احمد، يعني هي المشكلة المجاميع هذه الإرهابية دزت رسائل لم توقع ضحايا، لكن على ما يبدو ما حد قرأ هذه الرسائل بشكل صحيح. اليوم أكو ضحايا، سؤالي لحضرتك
راح تنقري هذه الرسائل بالشكل الصحيح لو هم راح يعدوها. لا لا لا، هي مو ست فرح، هي ليس الموضوع ان يعدوها او لا، هذه الرسائل يعني مستمره يعني، وانا قلت لحضرتك ربما مستقبلا ايضا اذا كانت الرساله الان في كورمور وفي منطقة قادر كرم، ربما نشر رسائل في مناطق أخرى من العراق، يعني ربما يتم استهداف منطقة أخرى، يعني موضوع الرسائل يعني هذه أصبحت موجودة في العراق، يعني بصراحة يعني ربما يتم إرسال الرسائل من هذا الطرف أو ذاك، لذلك موضوع الرسائل أنا لا أتوقع أن تنتهي، ولكن يجب أن يكون هناك وضوح للدولة العراقية بتشخيص الخلل الأمني، بالاتفاق على يعني بزيارة الحوارات مع الأطراف الوطنية. يعني أستاذ أحمد الآن هناك بس حتى افهم نقطه، الرسائل لم تنتهي، يعني راح نشوف اعتداءات بالطائرات المسيره على حقول غازيه اخرى؟ اي ما هذه مشكله، مشكله لانه هذا يمثل خرق للسياده وغيرها من الرسائل. ست فرح، الان الطائرات المسيره اصبح يعني مثلا امكانيه السيطره عليه بحاجه الى نوع من الامكانيات، يعني راينا مثلا لا يقتصر على الدوله العراقيه، مثلا راينا مثلا استهداف يعني الحوثيين لأرامكو في السعودية، الطائرات المسيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، الطائرات المسيرة يعني في ما يحدث يعني مثلا يستخدم من هذه الدولة أو ذاك، لذلك نحن لا نستطيع، يعني موضوع الطائرات المسيرة هي بحاجة إلى ربما منظومات دفاع وإمكانيات، أعتقد في الفترة المقبلة الدولة العراقية بحاجة لها، يعني الدول الآن أصبحت الطائرات المسيرة دخلت يعني الحروب التقليدية أو الحروب أو المناوشات البسيطه او مثلا يعني والدليل يعني بروزها في الحرب الروسيه الاوكرانيه، وذكرت لك العديد من الامثله. موضوع نعم. الطائرات المسيره هذا بحاجه الى يعني تفعيل منظومات يعني منظومات معينه وتكنولوجيا عسكريه لمقاومه هذه، اما الرسائل الاخرى يعني ربما لا تقتصر على الطائرات المسيره، يعني ليس بالضروره ارسال الرساله السياسيه تكون بطائرات مسيره، هناك طرق اخرى ايضا يعني فيما يخص ارسال هذه الرسائل. طيب أستاذ كاظم، إذا اليوم نتحدث بالإمكانيات، إلى متى ستبقى أجواء العراق مفتوحة للطائرات المسيرة؟ قبل ذلك يعني لابد أن نشير إلى نقطة ربما تعديناها. قبل أيام كان هناك يعني أثناء زيارة أردوغان كان هناك توقيع لاتفاقية اقتصادية أو إطارية وقعت عليها وخصوصا في طريق التنمية أربع دول. ومن ضمنها قطر والإمارات. بالمقابل كان هناك تذمر كويتي واضح. وظهر من خلال الفضائيات، وأيضا تحدث الكويتيون عن أهمية ميناء مبارك بعد هذا التوقيع وبعد ميناء الفاو، وبالتالي ربما هنا يعني طريق التنمية وميناء الفاو والنهضة الاقتصادية التي ربما ستكون يعني بشكل غير متوقع بالنسبة لدول الجوار ربما تضر هذه الدول، وبالتالي يحاولون اعطاء صوره على ان البيئه الاستثماريه والامنيه في العراق غير مستقره، ومن ثم يعني اتركوا الموضوع الى يعني الى فتره معينه، وهذا الامر الى حين اكمال البنى التحتيه لموانئ لطرق لاتفاقيات غيرها من الامور الاخرى. بس هذا السيناريو ممكن تطبيقه على ارض الواقع؟ انا اعتقد طبق. يعني يوم الجمعه استهدفها حقل كورمور، وبالتالي طبق هذا الامر. مسألة الطائرة المسيرة مهمة جدا. المشكلة عندنا مثل بالعراق يقول اسمحي لي يقول حاميها حراميها. احنا اجواءنا مسيطر عليها من قبل الامريكا. والعراق يريد يسيطر على اجواءه. لكن عندما يريد العراق ان يذهب باتجاهات اخرى للتسليح غير السوق الامريكي تعترض الولايات المتحدة الامريكية. لا من عندنا، زين اعطونا انتم نعطيكم بشروط. احنا ندير، احنا نتحكم، احنا نطير، احنا ننزل، احنا نتحكم بالمعلومات، سوينا احنا ما سوينا شيء. لذلك اعتقد انه اذا ارادت الدولة العراقية، ولا اقول الحكومة العراقية، الدولة العراقية بكل مؤسساتها ان تسيطر على الاجواء وان يكون هناك سيادة بنسبة كبيرة جدا، لا نقول 100%، لابد ان تفرض هذا الامر ليس على الولايات المتحدة الامريكية فقط، وانما على من يؤيد هذا التوجه الامريكي في الداخل. ولا بد ان يكون هناك تعاقد مع الصين، تعاقد مع روسيا، تعاقد مع كوريا الشماليه، تعاقد مع اي دوله ممكن ان تتيح للدوله العراقيه التحكم باجوائها والسياده في اجوائها، وبالتالي معرفه ما يجري. لو كانت هناك سياده لعرف العراق الان من اين انطلقت هذه الطائره
ومن أي منطقة، وبالتالي حتى ممكن أن تصور في هذه المعطيات. العراق ما عنده سيادة؟ والله شغلك يعني احنا الحمد لله الأمريكان يدعون شيء ويفعلون شيء. يعني عندنا شهيد أبو تقوى، نعم، وعندنا شهيد أبو باقر رضوان الله تعالى عليه، كيف ذول استشهدوا؟ استشهدوا بطائرات مسير، وفي يعني في وضح النهار او في الليل، هسه لا يؤثر التوقيت. اقتصاديا امنيا سياسيا استهداف الطائرات المسيره بدها تخرب كل شيء، كل تقدم بده يقوم به العراق. لا لا احنا قبل ذني، ذني ناتج زين، الاقتصاد الاستثمار ناتج، لكن السبب هو القرار، القرار العراقي. القرار العراقي لابد ان لا يتاثر بالاراده الامريكيه. نعم نتسلح من الجانب الأمريكي، لكن لا يكون الجانب الأمريكي أو السوق الأمريكي للسلاح هو السوق الوحيد. حتى في هذه الحالة، حتى أنه إذا مع أنه نذهب ونتسلح، هم ينطونا كل اللي يعني اللي يريد العراق، ولا ينطونا كامل التقنية. نقطة جدلية تحدثنا بها لسنوات أستاذ كاظم، وشنو الحلول؟ مو إلى متى نبقى يعني؟ إلى متى؟ إحنا العراق ذهب باتجاه تطور وانتقالة اقتصادية كبيرة جدا. هذه الحوادث وأمثالها تعطي صورة سلبية للخارج. لذلك على العراق أن ينوع مصادر التسليح، وخصوصا في مسألة منظومات الدفاع الجوي والرادارات والطائرات المسيرة. وضحت الفكرة جدا. إذا أستاذ أحمد، إذا السماء العراقية بيد الأمريكان، والأمريكان ما جاي يقدرون يصدون مسيرات أو صواريخ أو استهداف من هنا وهناك، العراق في طريقة تنمية ماضي ومكمل إن شاء الله، وانت حضرتك ذكرت اكو سيناريوهات قد تكون أسوأ من هذا السيناريو، طيب شلون تحل هذه المعادله المعقده؟ يعني بصراحه يعني يجب، يعني موضوع السياده العراقيه يجب ان لا تتجزأ ست يعني فرح، يعني يجب ان يكون هناك التاكيد على هذه الجزئيه. يعني موضوع يجب، يعني نحن ذكرنا انا والضيف انه ان يكون هناك يعني الحصول على التكنولوجيا او موضوع التصدي للطائرات المسيره. الان الدول، يعني انا قلت لحضرتك اصبحت الطائرات المسيره لا تهدد العراق فقط، انا قلت لحضرتك هناك حروب تجري في المنطقه، الطائرات المسيره هي احد العناصر الفاعله في هذا الحرب، يستخدمها طرفي النزاع، لذلك هذه التكنولوجيا ايضا مهمه. اما موضوع التحديات يجب يعني ان يكون هناك قراءه سياسيه لصانع القرار العراقي للتطورات الجيوسياسيه في المنطقه، العلاقات الأقليمية المتشابكة، وأن يكون هناك قراءة للموقف العراقي، وأن تكون هناك موحد. يعني هناك الآن هناك متغير جيد في السياسة الخارجية العراقية. كل زيارة للسيد رئيس الوزراء، يعني لدينا مثالين، يعني حدثين مهمين في هذا الشهر، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك اجتماع لتحالف إدارة الدولة بحضور الجميع، الشيعة الكرد السنة. زيارة الرئيس التركي إلى العراق أيضا كان هناك إشراك للكرد والسنة في موضوع يعني الشق الاقتصادي والسياسي والامور الاخرى المتعلقه بهذه الزياره. يعني هذه تمتين الجبهه الداخليه، قراءه الموقف الدولي بصوره جيده، توظيف عوامل القوه لصالح يعني مثلا المصلحه الوطنيه العراقيه. لو توفرت كل هذه المعطيات، القراءه الدقيقه للموقف الدولي، استراتيجيه واضحه بشقه الاقتصادي والسياسي طيب. والامني، نستطيع ان نتحدى، ان نتصدى لكل يعني مثلا محاوله للتقليل محاوله صد محاولات نهوض العراق واستعاده مكانته في الساحه العربيه والاسلاميه والدوليه. حضرتك ذكرت فواعل خارجيه، هل تعتقد ان هنالك ايادي داخليه في اقليم كردستان تحاول العبث بامن الاقليم؟ لا، انا بصراحه يعني امن الاقليم متداخل مع امن المنطقه وامن العراق بصوره عامه. يعني انا اعتقد يعني القوى الاقليميه والدوليه كل من لها يعني الفواعل الان موجوده، ونحن لدينا في الشرق الاوسط ستتفرع فواعل من غير الدول، يعني نرى مثلا جماعات واحزاب مسيطره يعني في دول عديده ويعني ومجتمعات عديده، هي ليست بالضروره ان تكون دول، هناك جماعات ولكن لها علاقات بهذه الدوله ودوله اخرى. ولكن انا لا انفي يعني الصراعات الاقليميه حاضره فيما يحدث من احداث امنيه، لذلك نحن لا نستطيع ان نختزلها بوجود جماعات امنيه هنا وهناك، هناك خارطه امنيه لمنطقه الشرق الاوسط واضحه، يعني هناك كل دوله اقليميه لديها وكلائها من هذا الطرف او ذاك. ولكن انا اعتقد يعني عندما تكون لنا استراتيجيه الامنيه الواضحه، ولا نفصل امن اقليم كردستان عن الامن العراقي، يعني هناك الان بل الدول الان اصبحت تبحث عن صيغه للامن الجماعي والامن المشترك، لذلك علينا لا نفصل عن امن اقليم كردستان عن امن العراق،
فهناك الترابط والتكامل، وأولا وأخيرا أقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية، لذلك علينا أن تكون لنا رؤيتنا واستراتيجيتنا العراقية الشاملة، وأن تكون لنا قراءتنا أيضا لما يحدث في المنطقة وما يدور فيها من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، ولا نقتصر أنه يعني في أقليم كردستان، لا، علينا أن ننظر إلى مفهوم الأمن الوطني العراقي بصورة أوسع. نعم، إذا أستاذ كاظم، ضحايا وخسارة أمنية، ومثل ما نقول نفاشل قدام العالم أنه العراق بيئة غير آمنة للاستثمار، فكل هذا خسرنا أكثر من 2500 واب ذهبت أدراج الرياح وأدراج الخراب. نعم. من راح يتحمل هاي المسؤولية؟ كفعل أو كفعل وكصورة، وهذه كفعل. الصورة دسي إلى العراق بشكل عام طبعا. وبالفعل كما تفضلت أثرت اليوم بالعراق. نعم، أولا كفعل هذا الأمر عائد إلى اللجان التحقيقية التي أو التي شكلت حقيقة، لابد أن تعطي نتيجة واضحة وصريحة بالنسبة للشعب العراقي. من يتحمل واقعا وفعلا نقص 2500 ميجا واط هو الشعب المواطن. أعتقد أنه المسؤول أو يعني الشخصيات اللي ممكن يعني تعوض هذا لا يؤثر عليها، هذا سيؤثر على المواطن بصورة عامة، يعني مسألة الغاز، مسألة الكهرباء، هذه ستؤثر على المواطن. ربما هذه تعالج عراقيا، تعالج، لكن الأهم هو عدم وضع عراقيل لتطبيق التنمية العراقية المستدامة كما تريد الحكومة العراقية، عدم إعطاء صورة سلبية للخارج العراقي. تتوقع اكو تصعيد في مقبل الأيام مع مضي العراق يعني بهذا المشروع؟ مع بروز المواقف، يعني واعتقد يوم غد هناك زيارة للمملكة السعودية، مع بروز المواقف أعتقد أنه ممكن أن تصعد هذه الأمور وأن تخلق أحداث أمنية داخل العراق من أجل إعطاء صورة على أنه طريق التنمية لابد أن يؤجل لفترة زمنية محددة إلى حين أن يكون هناك استقرار، أخذين بنظر الاعتبار الموقف الأمريكي فيما يخص انسحاب ما يسمى بالتحالف الدولي والقوات الأمريكية. أيضا لم يكن هناك صورة واضحة، رغم أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية عسكرية عليا وفيها ثلاث لجان فرعية، لكن لحد الآن لا يوجد شيء. نعم. حقيقة، لذلك أعتقد أنه ربما ستحرك المجاميع الإرهابية خلال يعني الفترة القادمة وليس الأيام، خلال الفترة القادمة تحديدا لإعطاء هذه الرسالة، رسالة واحدة على أنه العراق غير مستقر أمنيا. نعم. الآن، وبالتالي لا يمكن تطبيق طريق التنمية، خصوصا أن طريق التنمية يمر بمناطق ربما البعض ينظر إليها على أنها لا تزال رخوة أمنية. وضحت الفكرة جدا. البحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ كاظم الحاج نورتنا، شكرا جزيلا لتواجد حضرتك معنا. القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ أحمد الهركي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات، كنت ضيفنا عبر سكايب من السليمانية، شكرا جزيلا. إذا سادة الأكارم، ملفنا الثاني راح يكون عن تعديل المادة 57 والخاصة بحضانة الأطفال، وراح نفتحها وياكم بتقرير للزميل شيبان سامي عن تظاهرة التنسيقية لهذا اليوم في بغداد، لنتابع. هكذا ارتفعت أصوات المتظاهرين للمطالبة بتعديل المادة 57 التي تحرم الأب من حق الحصول على الطفل أو رؤيته بشكل مستمر خلال الشهر، وهي تصب في مصلحة الأم فقط، فيما يراه متضررين قرار مجحف بحق الأب. الآباء اليوم هذا الجمعة كلها اللي حاضرة دا تقول لك أنا متضرر، دا تقول لك أنا هاي المادة دا تهدم بيتي، حرمتني من أطفالي، لا بالشرع لا بالقانون، لا يرضي الله لا عبادة، وأنتم مصرين أنه تبقى هذه المادة. والله مطالبنا يا ابني أولا يعني الأب يشوف ابنه يشبع منه، يربي يشارك بتربيته، لأن هذه مسؤولية، بعد يومين يكبر يصير شاب، يعني إذا سوى مشكلة بالشارع محسوبة على أبوه، صح لو غلط؟ قبل 3 سنوات أجرى البرلمان قراءة أولى لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وترك الأمر على طاولة الحوار لتعود مطالبات المتضررين مجددا بالتصويت عليها. هاي المادة مجحفة يعني بحق الشباب وحق الرجال، زين، هاي المادة احنا نريد تعديلها من الأستاذ عبد المحسن المدلاوي وكل شريف بالبرلمان، خليه ينظر لنفسه هو أب، خلي ينظر لنفسه احنا اخوانه، ما يصير يعني ابني اني
عمره 4 سنين اخذته، وهسه بصف السادس ابتدائي ما يعرفني، او بنتي صار عمرها 13 سنه ما تعرفني، بس قاعده يم ولد خالها وولد خالاتها. زين احنا كل احنا مجتمع عشائري، من يقبل بنته تفتر يم ولد خالها وخالاتها؟ بذيك الجلسه مال دوره مال مجلس النواب انقرات قراءه اولى، لكن بسبب الانتخابات المبكره تعرف بعد يعني صار بها تسويف وانضمت السالفه مال تعديل الماده 57. تشكل المادة 57 نقطة خلاف في الشارع العراقي، كون القانون النافذ الحالي يسمح للأم حق حضانة الطفل من يوم واحد لحين بلوغه سن 18، في الوقت نفسه يسمح القانون للأب مشاهدة الطفل في المحاكم لا تتجاوز 3 ساعات. حقيقة المادة 57 أخذت إطار واسع منذ ثمانيات القرن الماضي ولحد الآن، أنطت الحق المطلق، أعطت الحق المطلق للمحظون البقاء مع الحاضنة ولمدة 18 سنة من عمر يوم ولغاية عمر 18 سنة. حقيقة أبطلت شعور الوالد بالأبوية من الطفل المحظون. أني حق ببيت وما استلذ بها، أريد المبيت، أريد يجون يبقون يمي من الصبح للعصر. منظر هذه الجدة يدمي القلوب بعد حرمانها من أحفادها تحت رحمة المادة 57 وسط مطالبات كبيرة بتعديل هذه المادة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع ممثل حملة تعديل المادة 57 الأستاذ باسل الشرقي، حياك الله. بحييك، اهلا وسهلا حضرتك. بدايه لكل مطلب سبب، شنو هي الاسباب الموضوعيه اللي تطالبون بها؟ بدءا الحقيقه حمله تعديل الماده 57 بدات سنه 2018. نعم. وكانت الاسباب الموجبه لهذا الموضوع يعني زياده حالات التفكك الاسري بشكل كبير جدا، يعني خلينا نقول يخالف الطبيعه الانسانيه. يعني مثلا من سنة 2004 لغاية سنة 2018 أو 2019 زادت حالات الطلاق سنوياً بدرجة 250%. أيضاً معاناة الأطفال من الكثير من الظواهر السلبية اللي هي نقدر نعزوها إلى أسباب نفسية بسبب تحريض الطرف صاحب الامتياز الأوحد اللي هو في هذه الحالة حسب القانون العراقي الأم. صار هناك تحريض لهذا الطفل على الطرف الآخر اللي هو الوالد، ومن المعلوم بأنه أي طفل يتحرض ضد والده هذا ما ممكن يكون مواطن سوي أو إنسان سوي يفيد المجتمع. اللي صار ست فرح أنه إحنا بالنسبة لنا اعتمدنا الإحصائيات، وبعد ما قابلنا مراجع الدين، وبعد ما قابلنا رئاسات استئناف المحاكم في بغداد، وقابلنا أستاذ فاق زيدان أكثر من مرتين، أعتقد كانت 3 مرات بالضبط، توصلنا إلى نتيجة. مجلس القضاء الأعلى نفسه أعلن في بيان إلى سنة 2019 في 1/9/2019 بأنه اطمئنان الحاضنة إلى بقاء المحظون لديها حتى سن 15 سنة هو سبب رئيسي لزيادة الحالات. 15 سنة ثم يخير. 15 سنة يعتبروه هو سن البلوغ الشرعي. المشكلة في الموضوع ست أنه الحاضن الأوحد في هذه 15 سنة هي الأم، بينما لا يبيت المحظون إلا عند حاضنته طوال 15 سنة. بعد هذه العلاقة المفككة أو المشوشة بين الطفل وأبوه يجي بسن 15 يخير بين أمه وأبوه. خلينا نناقش الأسباب بشكل موضوعي. هسه حضرتك افترضت أنه الأم ستحرض الطفل على كراهية. مو كل الأمهات، لا طبعا مو كل الأمهات، حتى احنا لا نعمم. لا لا طبعا. طيب هل الأب حاضنة جيدة يعني شرعا قانونا وبيئيا واجتماعيا؟ الأم هي أفضل في تربية الطفل، هل تغيرت هذه القواعد الآن حتى يكون الأب حاضن جيد للطفل؟ إحنا الآن ما عندنا مشكلة. أتحدث وياك عن فطرة. نعم نعم نعم، إحنا الآن ما عندنا مشكلة في كون الأب والأم كلاهما حاضنان مؤهلان. لأن حتى مقترح التعديل يشترط أن تكون الحضانة تبادلية بين أم مؤهلة إلى أب مؤهل. أنا الأب أو الأم غير المؤهلة مو موضوعي. موضوعي هو الذي يخدم مصلحة المحظون الفضلى. زين شنو اللي يجعل الاب او الام غير مؤهل؟ احنا لما نجي الى موضوع التاريخي للقانون، كيف كان القانون قبل تعديله من قبل مسقة الثوره المنحل؟ في الاساس كانت محاكم التمييز في العراق جعفريه ولاهل السنه.
من تأسس العراق سنة 1921 إلى سنة 1959، ثم تأسس قانون الأحوال الشخصية اللي كانت أحكام الحضانة فيه كالآتي: سن الحضانة لدى الأم حتى سن السابعة، إذا تزوجت الأم الحاضنة يسلم المحضون إلى أبيه. هذا الموضوع يراعي ثوابت الإسلام. المادة الدستورية رقم 2 شو تقول؟ تقول لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. نجي إلى الممارسات الحقيقية. إحنا الآن أمام يعني الحقيقة العمل، سوق العمل في العراق تكاثرت الحالات اللي فيها أنه الأم الحاضنة هي تعمل وأحياناً دوامين، فهل هذه الأم تعتبر مؤهلة؟ وأيضاً الأب يتزوج مرة ثانية وتكون الأم غير جيدة وسلبية على الطفل، حتى نكون منصفين جداً بالحديث. فرح، إذا كانت الأم غير جيدة وسلبية على الطفل مقترحنا سقط الحضانة، بينما الآن الواقع شنو مقترحكم؟ خلي أسمع من حضرتك والمواطن يسمع شنو مقترحكم. خلي أخدمك وأخدم السادة المشاهدين بالذات من النساء الأمهات الحاضنات. الآن الوضع طبعاً الأخ الأستاذ مراسل القناة شاف أنه نص المتظاهرين اليوم هم من النساء. نعم. الموضوع مو ذكور ونساء، الموضوع كالآتي: إحنا اليوم عندنا نص الحملة مالتنا أمهات، صار اتفاق عشائري سلموا المحظون إلى عشيرة الأب. هذه الأم تعاني الأمرين حتى تشاهد ابنها وفق المادة 57. يعني المادة 57 فيها ظلم مطلق. ثلاث ساعات فقط تستطيع أن يشوف أو يستطيع أن يشوف ابنه بالمحكمة فقط؟ هذا إذا شافته، إذا الحاضن أو الحاضنة جاب المحظون، لأن القانون لا يعاقب الحاضنة إذا أخلت بالمشاهدة، وهذا مما يضر بالمحظون. يعني ممكن جدا وطبيعي جدا ما يشوف ابنه. نعم نعم، في كل الدول العربية، في كردستان سقط الحضانة إذا أخلت بالمشاهدة. ليش؟ لأن هذا قطع رحم متعمد، وهذا ما يخل بشرط الأمانة. شرط الأمانة أساسي للحاضن سواء كانت امرأة أو رجل. زين. إحنا الآن لما نرجع إلى الأحكام الشرعية، ورب العزة هو الأعلم بمصلحتنا جميعا، والنعم. أحكام الحضانة تقول الآتي: سن الحضانة لدى الأم سنتين وهو لهما بالسوية، بعد السنتين الأحوط استحبابا تركه لدى أم. أنا الآن مو مفتي، أنا ناقل للفتوى. أفهم. إحنا لما يجي القانون ويخالف هذا المبدأ 180 درجة، فيجعل الحضانة دائمية منفردة للأم على حساب حتى حياتها. شنو مقترح تعديلكم هسه؟ مقترح التعديل يضمن الآتي: أولا، الطفل مو سلاح لا للأم ولا للأب، فحال قيام الزوجية ماكو نزاع على الطفل. بينما القانون الحالي يقول الأم أحق بحضانة الولد حال قيام الزوجية وبعد الفرقة. يعني تقصد إذا المرأة تزوجت لا قبل الانفصال، قبل الانفصال. النقطة الأولى اللي عولجت في مقترح التعديل أن القانون الحالي يسمح ببدء النزاع على الطفل والحالة الزوجية قائمة، ما عندهم نزاع على الطفل ست، لكن القانون يقول هو الطفل للأم. عولجت هذه، يعني انحسمت القضية الطفل بكل الأحوال للأم في هذا القانون. أحسنتي. يس، إحنا ما فحصنا الأب مؤهل غير مؤهل، قد يكون أكثر محسن. أهلية. هذا الموضوع أدى إلى أن الأم تتعسف في استخدام هذا الحق أو هذا المكتسب، هذا مو حق، حتى كورقة ابتزاز على الزوج. أحسنتي. بحسب قانون العقوبات يعتبر الأب خاطف بالمادة 382 ويحبس، وهذا ما عنده مشكلة حقيقية ويا زوجته، لكن يطلع من الحبس يطلق زوجته وتزيد حالات الطلاق اللي عندنا، صارت 296 حالة طلاق في اليوم الواحد حسب آخر إحصائية. أيضا النقطة الأخرى اللي عالجها مقترح التعديل، المادة 57 الحالية تقول أن من شروط الحضانة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحظون وصيانته، ولا تسقط حضانة المطلقة بزواجها من أجنبين عن المحظون. كل الدول العربية، كل المذاهب الإسلامية على الإطلاق تسقط حضانة الأم المطلقة إن تزوجت، ما عدا العراق. طيب، في تعديل أنتم تردون على هذه النقطة؟ لا، هذه النقطة تعدلت، هذه من النقاط اللي تسقط الحضانة عن الأم. ليش؟ يعني إحنا صارت عندنا حالات تحرش كثيرة. أي صحيح، هذا يجي زوج الأم. أتفق وياك، لكن هاي هم راح تكون ورقة ضغط للزوج على زوجته حتى ما تتزوج ولا شيء. أبداً بالعكس، وهذه بالعكس مشكلة أخرى. اليوم أنت عندك 70% حالات العنوسة بالمجتمع العراقي. اليوم يعني نحكيها بصراحة،
ونحكيها بالقلم العام. أم مطلقة وقد تكون مظلومة، لكن على كاهلها ثلاث أطفال أو أربعة، شنو فرصتها بالزواج الثاني؟ تقريبا صفر. حضانة دائمية إلها منفردة، ثلاث أطفال ما تعتمد، الأب يصرف عليهم لو لا لا يصرف هو عليهم. الأب يصرف لأن القانون، هذا هم أكو آباء ما يدرون بأولادهم فرح وصف. القانون ما يسمح بأن الأب ما يصرف لأن يحبس. زين هذا الموضوع مضمون، والآن يعني المبالغ الجباية الموجودة بدوائر التنفيذ ملياريه، مبالغ ضخمه. لكن احنا مو هذا موضوعنا، موضوعنا انه هذه الام المطلقه اللي مكلفه بشيء غير شرعي، مو تكليف على الشرعي ولا الانسان، قد تكون توصلهم الى مرحله معينه وقد يكون الاب مؤهل وحريص عليهم، فهي من مصلحتها انه تبدا او تفتح صفحه جديده. القانون ما يسمح لها، القانون الحالي. بينما مقترح التعديل ينزع عنها هذا الكاهل وهذه المسؤوليه الكبيره بفرض حضانة مشتركة، فإذا تزوجت مرة أخرى أصبحت فرصتها أكبر وأقوى. هذا المنطق. إحنا مجتمع قبائل. نرجع على التأهيل سواء للأب وسواء للأم، شنو ضوابط التأهيل حاليا؟ أي يعني تقريبا شبه غير موجودة، كلمة واحدة فقط، أمينة. وكلمة أمينة هي كلمة فضفاضة، أن تكون أمينة. يعني حريصة. شنو أمينة؟ ما أفهم كلمة أمينة. أمينة مادياً، أمينة عاطفياً، أمينة لا مادياً مو يمها، مادياً على الأب في كل الأحوال. لكن هذه الكلمة أمينة يفسرها السادة القضاة بحسب اجتهاداتهم، بحسب ما استقر عليه القضاء طول الفترة السابقة. مقترح التعديل لا، فصل الأمانة شنو من ضمن الحالات الغير مذكورة بالقانون. إذا أضر الحاضن سواء الأم أو الأب بالطفل، أساء معاملته ونال ودين بحكم، تسقط حضانته فورا. احنا مو غايتنا مصلحه المحظوظ. طيب القانون الحالي ليش ما عالج هاي المشكله؟ احنا عالجناه لان هناك حالات من التحريض ومن الاساءه من الطرف الحاضن لانه حضانته دائميه، والطرف الاخر شبه ما يشوفه ست شهرين ثلاث اشهر. انا اعرف الحقيقه بعض الاباء هي اصعب الحالات اللي شفتها، اصعب الحالات اللي شفتها واللي سمعتها. شنو هي أصعب؟ أصعب الحالات اللي تمس بالصميم الإنساني، التحرش بالطفلة من قبل أقارب الأم أو من قبل أقارب زوج الأم الثاني، ومع ذلك ما تشتكي لأن يعتبر سبب للتفريق، فتكتم الأم، مو الأمهات كلهم طبعاً، تكتم الأم على العملية. هسا إحنا نسأل سؤال، الأب وين؟ الأب مغيب بالقانون تماماً. هذه قرارات مسقة الثورة المنحل بالسنوات 78 و86 و87 حرصت على ان تغيب دور الاب تماما، هو واهله وعشيرته ما لهم اي دور في تربيه ورعايه والاهتمام بالطفل. ايش قد اسهمت الماده 57 بتفكيك الاسره العراقيه؟ والله يعني انا اتخطر البيان اللي قلت لك عليه قبل قليل، لانه هو سبب رئيسي لزياده حالات التفكك. عندما اطمأنت الام اساءت معامله الطفل، عند لو اطمأن الاب ايضا سوف يسيء معاملته. مقترحكم هسه انتم، لان انا ما فهمت هسه تحديدا مقترحكم شنو؟ الحضانه المشتركه؟ مقترحنا يضمن ان تكون حضانه مشتركه. شلون؟ ويكون النزاع يعني ثلاثه ايام يم الام، ثلاثه لا لا ايام ابدا يم هذا مما يضر بالمحظوظ. لا شنو؟ سبع سنوات الاولى على حسب الثوابت الشرعيه الحضانه للام. زين. بينما يضمن المقترح مبيت يوم او يومين بالاسبوع للاب. فلو أسيء للمحظوظ الأب راح يعرف. لو كانت الأم غير حريصة الأب لازم يكون حريص. يعني هسه الأب يريد ابنه يبات ويا يوم أو يومين خلال السبع سنوات الأولى، ثم بعد السبع سنوات الأولى الأب الراغب المؤهل بعد أن يفحص، بعد أن يصير كشف للبيت، بيت الحاضن الثاني الجديد، إذا أثبت أهليته سوف يستلم المحظوظ، وتنال الأم نفس الحق اللي هو المبيت يوم او يوم. رح فلو نرجع. اساء الاب او احد اقاربه رح يرجع للام. بس ارجع اقول لك شنو اسباب التاهيل؟ يعني مثلا يكون عنده بيت دخل ثابت، الام يكون عندها بيت او دخل ثابت، كلها مشموله، كلها مشموله. وضح لي البيئه اللي رح يعيش بها الطفل. أي. اللي هي تضمن الحاله الماديه، الحاله الاجتماعيه، ما يكون اكو خطوره، ما يكون قاعد ببيئه عدائيه. زوج الام من المعلوم انه هو في بيئه عدائيه باشراف وبولايه رجل غريب. لكن لما تكون الطفلة أو الطفل بحضانة أبوه هو الولي حتى وإن تزوج،
والقانون راح يحاسبه ان اسيء للطفل سواء من زوجته او منه. زين هسه تعدكم مظاهرات وتظاهرات على هذه الامور، اكو رغبه حقيقيه بتعديل هذه الماده وفق ما انتم تقراوا داخل البرلمان؟ استجابه داخل البرلمان، استجابه قضائيه، استجابه سياسيه، استجابه شعبيه، كل هذه الامور هي تكون ملائمه لقبول وتعديل هذه الماده. والله بالتاكيد احنا بعد هاي الست سنوات وبعد زيارتنا لمكاتب المراجع وطبعا مراجع الدين لكل المذاهب الاسلاميه وبعد زيارتنا واستشفينا من معارف الساده قضاة محاكم الاستئناف وبعد ممارسه طويله بالتنسيق مع نواب الشعب توصلنا الى ان الان الحاله كالاتي: اغلبيه نواب الشعب هم مع التعديل، قد يكونون مو 100% مع مقترحنا بالنص وبالفقره لكن مع التعديل بسرعه، لكن الكل مجمعين على وجوب التعديل. شكل التعديل انا اعتبر انه ما لا يقل عن 75% من مجلس النواب هو مع التعديل ومع اقرار المقترح مع تعديلات بسيطه، وان شاء الله هذا اللي راح يكون، لانه هو في مصلحه للاسره وللمجتمع، والحقيقه يحمي المجتمع من الكثير من الجرائم اللي برزت في الاونه الاخيره كظاهره غريبه على مجتمعنا. ان يقوم احد الاباء بعد ان ييأس من الحل بالقانون بحاله غريبه انه يقتل كل انصباءه، ليش؟ لانه ماكو حل بالقانون، ولما تسال عنه تكتشف انه ما عنده سوابق. صارت هذه الحوادث؟ نعم، لا هو متعاطي ولا من اصحاب السوابق، لكن يصل الى اليأس، او قد يكون تعرضت بنته الى احد حالات التحرش ولما نشتكي او عرف بعد فوات الاوان راح ارتكب هذه الجريمه، هذا مو تبرير للجريمه، لكن احنا جايبين الحل. واتمنى من سيد رئيس مجلس النواب الاستاذ محسن المندلاوي ان هذا الموضوع ينال اهتمام الحقيقي ويتخذ اجراء تشريعي وفق القانون. شكرا جزيلا ممثل حمله الماده 57 الاستاذ باسل الشرقي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، ممنونين لتواجدك معنا. قبل لا ننتقل لموجز محور حلقه اليوم، خلونا نستعرض ابرز الاراء الموجوده على منصه اكس حول التظاهرات الطلابيه التي اجتاحت الولايات المتحده نصره للشعب الفلسطيني، لنتابع. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. السوداني يؤكد أن الحكومة أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال. وزير العمل يؤكد أن بغداد عادت بقوة للمساهمة في الفعاليات الدولية تحت قيادة رئيس الوزراء السيد السوداني. وزير الداخلية يؤكد على ضرورة إدامة الأمن في منطقة البتاوين والاستمرار بمحاربة الجريمة بمختلف صورها. مجلس النواب يصوت على مقترح التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء لعام 1988 ويرفع جلسته لإشعار آخر. وأخيراً اللجنة المالية النيابية تؤكد وجود مساعي لتحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الأنترنت وزيادة واردات الدولة. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.